فتعتاد على أن تكون حيا متيقظا، فيشيع هذا السلوك وهذه الرقابة الذاتية دي في كل معاملاتك وفي كل سلوكياتك وفي كل ما تأتي وفي كل ما تفعل. واحد من المشايخ كان ماشي وبه جوع شديد وفي بلدة ما حد له فيها، ومر ببستان به تفاح، والتفاحة دي متعالقة في الشارع وناضية وحمراء يسيل لها لعاب الجائع، لعاب الشبعان قبل الجائع، فاقتطفها وأكل نصفها. بعد ما أكل النصف تذكر، قالت وأنا كيف يجوز، كيف أجز لنفسي إن أقتطف هذه التفاحة، وتندم ندما كبيرا، وراح يبحث عن باب المزرعة، من هي مزرعة كبيرة، فوجد الباب ودخل يبحث عن صاحب المزرعة إلى أن وجده. قال له سامحني، يقول أنا ماشي مسافر وهي بلاد ما أعرف حد فيها، ومن شدة الجوع اعترضت لي تفاحة من مزرعتك في الشارع، ما دخلت لها، لا برع في الشارع متعلقة فأخذتها وأكلت نصفها، هذا نصفها، تباني أغرمها كلها أو أغرم نصفها، ومن إحسانك إذا سامحني. قال له ما سامحك؟ قال ما أكلت واحد، أكلت نصف بعد ما أكلت واحدة كامل. قال لا أقول لك ما أسامحك. حاول يسترضي بكل حيلة، قال لا أبدا. ومع المحاولة والإلحاح عليه، قال طيب أنا عندي شرط واحد، طيب أنا أسامحك عندي شرط. قال ما هو؟ قال عندي بنت عمية صماء خرساء شلاء ما تتحرك ولا تشوف ولا تسمع ولا تكلم، ودور لها زوج ما لاقي، وزوجك انت اياها اذا تزوجت انت هذه البنت تراني سامحتك. خلي شوفها هذه انا، هذه ايش؟ قال شوفها هذه، هذه بنت شلحة لشلول. يقول حتى يقول له بعد لك تمشي، لا ما تمشي بر يشلوها شلول. يقول له ما تتحرك، ايش ابغى هذه ما تتحرك ولا بتشوفني ولا بتكلمني ولا بتسمعني، هذه بليه ما شاء. يقول ارجوك انا بعد ما اتزوج، واول ما اتزوج يطيح في ذي، شوف لي يعني حل مخرج ثاني. قال ابدا تباني اسامحك زوجك ذي. قال اذا تزوجت عاد بتسامحني؟ قال اذا تزوجت البنت بسامحك. قال خبرك تزوجنا إذا كان بتسمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعقدوا القران، ولما دخل على هذه البنت سلم فردت السلام وقامت قائمة، ورآها خالية من كل العيوب، فعزم يرجع. قال هذا ما جبت لي بالغرض، ما هي ذي؟ أنا ما وصفت لي وحدة غير. قالت له بل أنا هي. قال سبحان الله، ما قيل لي عمياء وصمى وبكمى وما تتحركي. قالت عمياء عما يسخط الله، صماء عما يسخطه، خرساء عما يغضبه، لا أتحرك إلا فيما يرضيه، هذا الذي يعنيه أبي. وقد بحث لي والدي عن إنسان تقي صالح فما وجد، ولما شافك انت متورع في نص تفاحة قال هو ذا اللي متورع في نص تفاحة، بيكون أورع في بنتي أنا، ولذلك زوجها. النتيجة الرقابة، رقابة الضمير والذات، الواحد يكون عنده داخله رقابة، هذا المفلح الأنجح.